هذا السيد اخويا راه كان هنايا عايش في هذاك البارير وكنعرفوه تقريبا شي 16 عام وزياده، وكان خويا كيعرفوه مزيان، كان عايش مع الناس، عايش مع الجيران، عايش مع ولاد الدرب. وملي مرضوا داك الشيء خويا كيمشي معاه، كيطلع معاه السبيطار كيجي وداك الشيء. البارح تزاد عليه الحال، هزو خويا داه، جاو واحد الطبيب، جابوا لي الطبيب هنا شي جوج، اخترت لمعه ثلاثه، واحد السيد واحد المحسن هو اللي جاوب لي الطبيب وقف معاه. ومشينا حنا لموريزكو، لقينا الطبيب كيتسنانا تما. ايوا اخت خويا مشينا وداك الشيء، داروا معاه، قالوا لي ديري لي ورقه صدر، درنا لي ورقه صدر، داروا لي ورقه ديال كوفيد، ما لقاوش عنده هذا الشيء، ما لقاو عنده حتى شي حاجه خايبه. دابا بقات لنا تحليله ديال الدم، تحليله ديال الدم راه كان معول اليوم في الصباح يمشي باش يدير لي، يلاه مشى باش يغسل ليه وداك الشيء ويديه. ملي مشى تزاد عليه، لقى مزيود عليه الحال، ملي لقى مزيود عليه الحال عطاه ما عرفتش يشرب ولا مرتدانون ولا داكشي. مو الامانه دا امانته، حنا كنطلبوها من عائلته ولا كيعرفوه يجيو ليه. ها النمره التليفون ديالي انا، والنمره الاخرى راه عطاها لخويا الاخرين، 06 44 66 38 16. ما ربنا يبانوا لعائلته ولا شي حاجه وكيعرفوه عارفين مدفون، يجيو عايزوروه مره مره. هاد السيد سميتو مرابط حسن، كيعيش هنايا مده ديال 10 سنين هادي في هاد الصور. كنعرفوه الراجل الله عمر هدر، الله يوليه برحمه الله. هادشي اللي كنقولوا انا الدرب كلهم كيعرفوه، الناس الجيران كيعرفوه، ولكن كيدوروا معاه في سبيل الله، عايش معاهم حتى نهار اللي مرض لقانا حنايا، حنا اللي هزيناه ديناه للسبيطار، ديناه لعند الطبيب، دوزوا ليه، شراو ليه الدواء، كل شيء لحد الان. البارح ديتو لبنو رشد، دوزت ليه الراديو، عطاونا نديروا ليه واحد التحليلات، التحليلات اللي كنا غنديروهم ليه هما اليوم الصباح. منين ديال الدم، منين جينا الصباح لقيناه توفى. هذا اللي كاين.